بقى يعني نوضح الموضوع جدا يعني this journey ايه ده؟ ايه ده؟ حاجة عظيمة جدا بس هل لو عملت فرصة زي ده هنا في مصر كنتش هتجوزها؟ هو بسيط جدا بسيط هو كله في البادجت نايت لايف بتاعته ف ما حدش هيلبسه عشان ما عندناش الاجسام دي لا عندنا الاجسام لا عندنا الطبع والاجسام وكل حاجه ما عندناش الجرأه دي ده نمره واحد والسمبليسيتي دي برضو احنا بنستيل برضو بنبص فستان يعني لازم يبقى في حركه لازم يبقى في تطريز طب ممكن